حضراتكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في الموسم الحالي موسم 2020-2021 خلاص في الأسابيع الأخيرة مرار، هي مواجهة قوية صعبة بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعية جمهورية مصر العربية. جزيلا للمتألق والمبدع محمد الكواليني. إذا شوط ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع، أعتقد أنه أفضل أشواط الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة. مباراة رايحة وجاية كل شوية، الأهلي بيتقدم بهدف من ضربة رأس ولا أروع، عرضية علي معلول، رأسية صلاح محسن تسكن شباك الحارس عصام ثروت، معلنا تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 9. عاد النادي المصري والمباراة ونفس خطأ الدور الأول، نفس اللعبة تقريبا، تسديدة من عمر كمال تصطدم بيد الحارس محمد الشناوي وتسكن الشباك، معلنا هدف التعادل للنادي المصري. ثم مرة أخرى عرضية ولا أروع من حسين الشحات، ورأسية ولا أجمل من طاهر محمد طاهر تسكن الشباك في الدقيقة 35. لم ييأس النادي المصري، ومن ضربة جزاء صحيحة بعد العودة للفار يتمكن أحمد رفعت من تسجيل هدف التعادل للنادي المصري، ولكن ذكاء ومهارة حسين الشحات، الكرة الرائعة اللي قطعها حمدي فتحي ومرر إلى حسين الشحات، كل توقع أن نلعب عرضية، فاجأ الجميع وفاجأ الحارس عصام ثروت يسكنها في المرمى الخالي من حارسه. 3 النادي الأهلي، 2 النادي المصري. في المقابل تعادل 1-1 ما بين سيراميكا والزمالك.